قال والدي إن بقيت في عملي في هذه السنة سوف أتكفل بتكاليف الحج لفلان وعينه، وجاء موسم الحج لكنه لم يستطع دفع التكاليف كاملة لارتفاع التكاليف عن السنوات الماضية، وتوفي والدي بعد هذا الموسم بعدة أشهر. السؤال: هل يعتبر كلام والدي هذا نذرا؟ وما واجبنا نحن بعد وفاته؟ إن كان أنه قال نذرا علي أو نذرت إن جاء فلان أني أحججه من مالي، هذا نذر يجب الوفاء به، وإذا مات سدد عنه لأنه دين لله عز وجل. أما إذا كان من باب الوعد يقول إن جاء فلان فأنا أتكفل من باب الوعد فقط وليس من باب النذر، هذا لا يلزم.